عمان. معنا اتصال هاتفي من الأستاذ أحمد البلوشي، أخصائي الإرصاد الجوية وفي مديرية الطيران المدني في سلطنة عمان. أستاذي العزيز أستاذ أحمد، أمسي عليك بالخير ويا حياك الله معنا. مساكم الله بالخير. يا هلا ومرحبا فيك أخوي أحمد، يا ليت بس تعلمنا عن حالة الطقس أو الأجواء حاليا في سلطنة عمان. أول شيء السلام عليكم وعلى جميع المستمعين على تلفزيون الكويت الشقيق. طبعا حاليا كأجواء، إذا تكلمنا عن أجواء، الجو صح ورجعت الأجواء كأجواء معتادة في سلطنة عمان في هذا الوقت. الحالة أو الإعصار المداري طبعا لما دخل تراجع تصنيفه بشكل سريع، لم يستمر أكثر من يوم تقريبا، صارت بعض التأثيرات غير مباشرة من بعدها، لكن بشكل عام انتهت تأثيراته بشكل كلي حاد. جميل. الآن أنتم عندكم وحدات قياس ومجسات أكيد تقيسون نسبة هذا الإعصار ومتى يخف ومتى يزداد. الأيام القادمة أو الساعات القادمة ماذا ستكون توقعاتكم في الأرصاد الجوية؟ طبعا بالنسبة لي مثل ما تفضلت قبل شوي، يعني بالنسبة لي حالة مدارية، طبعا هي أولا إذا تكلمنا عن هذه الحالة المدارية أو الإعصار المداري، طبعا هذا المسار اللي صار فيه حسب اخر قراءات لم يصي، ما صار تقريبا من اكثر من 100 سنه حسب بعض التقارير اللي تكلمت عن هذا المسار. نوعا ما غير مسبوق، صار كنا مستعدين حتى من التنبؤات العدديه اللي تستخدم في العاده في 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 تحديد هذه المسارات بفتره طويله، تفاجأنا من هذا المسار الغير متوقع في العاده. لكن بشكل عام حاليا انتهت جميع تأثيرات هذه الحالة وجميع تأثيرات الإعصار، صارت الأجواء معتادة، لكن انتهينا بالكارثة التي يعني مثل ما شفتوها انتم جميعا، كارثة من حجم كبير. طبعا كان في استعداد، كان في تحرك مسبق لجميع الجهات، تراس اللجنه الوطنيه لاداره الحالات الطارئه، كان في تنسيق، لكن حجم الامطار اللي صارت، حجم الرياح اللي صارت، اذا تكلمنا عن حجم الامطار حاولنا نقربها للمشاهد، مثلا حجم الامطار او متوسط الامطار اللي يصير في الكويت تقريبا 118 او 115 ملم اذا ما خانت من المعلومه. والله كثير. فنسبه الامطار، كميه الامطار وصلت الى 300 ملم. ما شاء الله، يعني تقريبا ما معدل امطار 3 سنوات. نعم. صحيح، غزيره جدا. نعم. يعني هذه النسبه استاذ احمد. طبعا يعني هي كان في استعداد، لكن نسبه الامطار كانت مفاجئه، او لو مهما استعديت هذه كارثه من الحجم الكبير، يعني فاضت مجاري الاوديه من مكانها، صارت انقطاعات في الكهرباء وفي الماء في التحتيه. إذا الحمد لله، يعني نقدر نقول الحمد لله على سلامتكم وعلى سلامة أهل سلطنة عمان جميعا. ولكن عندي استفسار ممكن تجاوبني عليه بس قبل أن ننهي الاتصال، مثل هذه الأعاصير ممكنها تتكرر كلش كتر تقريبا؟ طبعا هي احنا كسلطنة عمان صار عندنا نوعا ما خبرة في التعامل مع هذه الأعاصير. طبعا إذا تكلمنا عن خبرة نتكلم عن رصدها ومتابعتها، اما تاثيراتها طبعا دائما تكون تاثيرات كارثيه في حاله ملان السلال. من 2007 تقريبا من اعصار جونو لحد اليوم اللي هو اعصار شاهين، سجلنا تقريبا 12 حاله. كان بالسنوات اللي قبل ما كان عندنا ذاك التكرار، لكن لاحظنا في السنوات الاخيره تكرار او زياده في معدل الحالات المداريه. ربما تغيرت الظروف البيئيه او طبعا هي الاعاصير لها يعني شروط عشان تتكون. نعم. فسبحان الله صارت ان هذه الشروط تتواجد. الف سلامه لكم وعسى الله يحفظكم ويقويكم. انتم من على عاتقكم مسؤوليه كبيره في موضوع رصد مثل هذه التغيرات المناخيه. كل الشكر لك الاستاذ احمد البلوشي، اخصائي الارصاد الجويه في مديريه الطيران المدني من سلطنة